كواليس الاهلي كمان النهارده يمكن الفريق في فندق الاقامه اكيد كان في تحضير معين، وقدامكم على الشاشه يمكن دي لقطات خاصه وحصريه على شاشه قناه الاهلي عشان نطمن جمهورنا. طاهر محمد طاهر الحمد لله موجود في القايمه وموجود مع الفريق النهارده في معسكر والاستعداد لمباراه الزمالك، محمد هاني كمان الجهاز المعاون، يمكن ياسين المكاري هو محلل الاداء موجود، ويمكن الاهلي بالتاكيد حضر بشكل كويس جدا للمباراه. قدامكم يعني حمزه علاء كمان اهو حارس المرمى، وكمان حمدي فتحي طمنا الحمد لله كمان حمدي فتحي موجود، ان شاء الله باذن الله يكون الفريق جاهز. كمان في مروان عطيه وخالد عبد الفتاح واكثر من لاعب ان شاء الله النهارده يكونوا تحت رؤيه ووجهه نظر مارسيل كولر. عايز اتكلم في الكواليس، وقدامنا يمكن الكواليس مارسيل كولر اهو الجهاز الفني. ان شاء الله باذن الله الابتسامه والضحكه دي تستمر على مدار اليوم، ونسعد دايما بالنتيجه بعد مباراه النهارده امام الزمالك اللي هتتلعب الساعه 8:30 في استاد القاهره الدولي. قدامنا كمان احمد عبد القادر، ان شاء الله باذن الله تكون مباراه موفقه لكل اللاعبين. محمد فخري يعني خدمه خمس نجوم لكل الاهلاويه، بالتاكيد عايزين يطمنوا على الفريق، واللقطات دي مش هتشوفوها في اي حته. محمد ده مجدي قفشه، محمد ده كريستو، وعايز اقول على معلومه بالنسبه لمحمد ده كريستو، يمكن ده معلومه حصريه لكل الناس اللي بتتابعنا. قدامنا كمان طاهر، قدامنا قصدي محمد شريف، رامي ربيعه، اليو ديانج، محمود كهربا ان شاء الله موجود كمان مع الفريق. كريستو يمكن صدفه ان فريق اهلي بنغازي الليبي موجود في نفس الاوتيل وفي نفس المعسكر عشان عنده مباريات تدريبيه وتحضيريه للفتره اللي جايه. في جهاز فني تونسي بالمناسبه قدامنا اهو كمان علي معلول، جهاز فني تونسي بيقود فريق اهلي بنغازي، هذا الجهاز بقياده اسعد الدريدي، يمكن التقوا بالصدفه بكريستو. محمد كريستو لاعب النجم الساحلي، واسعد الدريدي كان مدرب للنجم الساحلي. مش عايز اقول لكم مدى السعاده اللي كانت موجوده على محمد كريستو لما التقى بالجهاز الفني التونسي اللي حاليا موجود مع فريق اهلي بنغازي. ان شاء الله تكون يعني تعليمات وبشره خير للاعب ان شاف زملائه السابقين والمدير الفني السابق قبل مباراه النهارده، وتكون ان شاء الله انطلاقه قويه لهذا اللاعب الشاب مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه.